وهنا السؤال الحقيقة سيد عبد الوهاب، هل انتهى دور عمران خان إلى الأبد سياسيا؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك حاليا. عمران خان كما كان يدعي أيام حكمي أني لو خرجت أو عزلت سوف أكون أخطر من هذا بكثير، وهو الآن يريد أن يثبت ذلك ويحاول أن يخرج حشودا ومسيرات، واليوم أيضا كانت له مسيرة في بيشاور. الآن هو جاء في صف المعارضة، وهو كما يقول بعض الخبراء أليق بأن يكون في صف المعارضة منه أن يكون في صف الحكم. مقارنة بآل الشريف، آل الشريف حتى وإن لم يثبتوا حتى الآن أي قضية فساد، يعني لا ندعي لا ننفي ذلك، لكن لم يثبت أيضا شيء من ذلك، فكيف نجزم به؟ لكن عندهم تجربة وحنكة سياسية أكبر وأطول من حزب عمران خان. عمران خان كان عنده طبعا، هو رجل ليست عنده تجربة، وأيضا ليس عنده فريق عمل، لأنه طبعا حديث عهد بالسياسة، هو لاعب كريكت وقد استطاع أن يستميل عواطف المسلمين في العالم وفي باكستان ببطولته في عالم الكريكيت، لكن هذا لا يعني طبعا بالضرورة أنه أيضا سيكون لاعبا ناجحا في السياسة، وقد أثبتت الأيام ذلك. ونحن المشاهد العربي عادة ما طبعا تستهويه هذه النعرات والشعارات الرنانة والخطابات الساحرة، لكنها طبعا صحيحة وينبغي للمسلم أن يفرح بها، لكن طبعا إذا كانت مبنية على أساس من الواقع، هذه الخطابات الرنانة البعيدة عن الواقع عندما تصطدم بصخرة الواقع فإن صخرة الواقع توهنها. هذا نحن البعض يقيس باكستان على تركيا وعلى أردوغان وأن عمران خان مثل أردوغان، لكن هناك فارق كبير جدا. أردوغان سعى 20 عاما وهو يسعى ويجتهد لإقامة مع الاقتصاد وتشييده وتقويته، ولم يعلن طوال تلك المدة بأي عداء للغرب ولا لأي جهة خارجية، إنما كان يعمل في صمت وحكمة وبتخطيط شامل 20 عاما، وبعد 20 عاما عندما قام على قدم وساق أعلن عداءه للغرب، فلم يستطع طبعا مجابهته بشكل قوي. لكن عمران خان ومن أول يوم وهو يحاول طبعا أن عداء الغرب دون أن يستعد لذلك، دون أن يخطط لذلك، دون أن يقوي اقتصاده. هذا يعني أنك كما يقال في اللغة الأردية أبيل مجمار، نتعالي الثور واضربني، يعني بنفسك تدعو. وهنا السؤال عن خلفيات عمران خان الفكرية، خلفياته ربما الأيديولوجية فيما يتعلق. الحقيقة هناك خطابات كثيرة خاصة حتى بآلام المسلمين وقضايا المسلمين حول العالم يدعمها بشكل علني أمام العالم. هنا السؤال عن خلفياتي، ما هي سيد عبد الوهاب؟ عمران خان أيديولوجيا أيضا شخصية تنازعت فيها الكثيرون، يعني هناك منهم من يتهمها بشيء وآخر بشيء. أنا شخصيا لا أريد التحدث عن هذا ولا أتهمه، وأنا أعتمد وأثق بما يقول أنه يحب. طبعا كان في بداية حياته لاعبا في عالم الكريكت عاديا، وكما يعترف بنفسه أيضا لم يكن له أي هم ديني لا علاقة له بالصلاة والصيام وما إلى ذلك، كما يعترف أيضا في بعض أحاديثه. ثم أيضا مؤخرا عندما قرأ عن الإسلام والمسلمين، نعم سيد عبد الوهاب أسمعك ربما انقطع، وكما يقول لكن حزب الإنصاف أيضا ليس كما هو معروف عند العامة، ليس حزبا إسلاميا بالمعنى المعروف، هو حزب يميني وحزب ليبرالي في أصل الواقع، وليس حزبا إسلاميا، بل هو محسوب على الإسلاميين. الحزب الإسلامي، الأحزاب الإسلامية في باكستان هي حزب جمعية علماء إسلام لمولانا فضل الرحمن، أكبر حزب شعبي في باكستان وحزب الجماعة الإسلامية وأحزاب أخرى صغيرة، هذه التي تمثل الأغلبية المسلمة شعبيا في باكستان. طبعا مقاعدهم في البرلمان قليلة ومحدودة بحجة طبعا لأسباب أو أخرى، لكن هؤلاء عندهم الشارع الباكستاني يثق فيهم ومعظم المدارس أيضا تابعة لها.